سر السعادة والهنا نبع الوفا وهج المنى سكن يطيب برحمة ومودة تجل العنا سر السعادة بيت الزواج بها يفوح محبة حق الهنا روح وأنس دائمون فيض الرضا نور السنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشتكي بعض الآباء وبعض الأمهات من عدم جدوى المديح في حياة أبنائهم، يمدح هذا ويمدح ولده هذا لم يعد يتأثر كثيرا. فهنا عدة وقفات. الوقفة الأولى، أبناؤنا أذكياء، ترى يميزون بين المدح اللي طلع من القلب والمدح الصادق والمدح اللي تمشية حال، يعني دائما نقول شاطر فعلت كذا، لا، نوع وجدد في المديح وغير الأسلوب، فإن الأبناء يفطنون لذلك. الأمر الآخر، لا تمدح وتقدح في الموقف ذاته، يعني إذا عمل ابنك سلوك جيد أو بنتك فإذا مدحته وعندك نقد لهذا الولد أو لذلك أو لتلك البنت فأجل النقد، أنت الآن في موقف مدح، أشبع ذلك الموقف مديحا حتى تصل الرسالة التربوية، وأجل بعد ذلك القدح. الأمر الثالث، حاول أن تتفاعل مع المديح بلغة جسدك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتوجه إلى أحد يتوجه إليه بجسده كاملا ويتحدث إليه ويشعر باهتمام حتى وكأنه يحدث هو لوحده. حتى في مرة من المرات الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه شعر وكأنه هو الأثير المحبوب الأول عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. فيعني وجدها فرصة أن هذه امرأة يريد من الرجال، قال من الرجال، قال أبوها، فما زال يكرر عليه السؤال وتأتي أسماء أخرى هو ليس من بين تلك الأسماء، مع أنه يعني يتوقع أنه في أعلى تلك المرتبة من الشرف والعظمة. ولذلك بعض الأفاضل ماذا يفعل إذا عنده 3 أبناء أو 4؟ يأتي يكرم كل ابن على حدة، يصطحبه في مناسبة، يعزمه على عشاء لوحده ويحسس كأنه هو الأثير أو هو الأقرب إليه، بينما يفعل هذا مع كل أبنائه وبناته لتصل الوسيلة التربوية بطريقة جيدة وليؤثر فيه وليهدم الحواجز التي بينه وبين أبنائه. لذلك وصيتي لي ولكم جميعا، امدحوا اليوم ما تودون أن يصل إليه أبناؤكم غدا. أسأل الله أن يحقق لنا ولكم صلاح النية والذرية. سر السعادة والهنا نبع الوفا وهج المنى سكن يطيب برحمة ومودة تجل العنا سر السعادة بيت الزواج بها يفوح محبة حق الهنا روح وأنس دائمون فيض الرضا نور السنا.